الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم تصوير الميت حيث أن بعضهم يدخل إلى تغسيل الميت ويقوم بتصويره إما صورا ثابتة وإما صور فيديو، فهل هذا جائز؟ الحمد لله، هذا أمر محرم لا يجوز، وهو من الاعتداء على حرمة الميت، فإن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، فلا يجوز التعرض له لا بالتصوير المتحرك ولا بالتصوير الفوتوغرافي، فلا يجوز ذلك مطلقا، سواء أكان قبل تكفينه وهو أعظم أو بعد تكفينه، لأن هذا من تصوير ذوات الأرواح أولا، ولأنه تصوير إنسان لم نأخذ إذنه بهذا التصوير، فلا يجوز لنا أن نصور الأموات مطلقا، لا يجوز لنا أن نعتدي على حرمة الأموات بالتصوير، ويجب على من يفعل ذلك ويجب علينا أن ننكر على من يفعل ذلك، ومن كان عنده في جواله شيء من ذلك قد التقطه سابقا وهو جاهل بالحكم، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحاول مسحه، ولا يجوز له إرساله مطلقا. فإذا لا يجوز لنا أن نصور الأموات حتى ولو كان من باب العبرة والعظة، لأن في هذا انتهاكا لحرمة الأموات وانتهاكا لحرمتهم وتعريضا لهم للخطر أو للغيبة والكلام، فإن هذا التصوير ربما ينتشر، يعني سوف ينتشر، بل سوف ينتشر، وربما يكون قد ظهر على الميت شيء من علامات سوء الخاتمة أو شيء من العيوب التي كان يخفيها في جسده، فيكون في ذلك يعني انتهاكا لحرمته، فلا يجوز ذلك مطلقا، والواجب علينا أن نتقي الله في مثل هذا الموضع، وأن نجعله موضعا للتدبر والتذكر والتأمل، يتذكر الإنسان حاله بين يدي المغسل، أما أن نجعله محلا لتوثيق هذا التغسيل أو تصوير الموتى وللسبق في إنزال ما حصل لهم أو ما حصل عليهم في تغسيل الأموات، فإن هذا أمر لا يجوز، وقد لحظ الفقهاء رحمهم الله عز وجل ذلك، فقالوا: ولا يجوز لغير معين في غسله حضوره، فلا يجوز تكثير الحضور في حال تغسيل الميت، ولذلك شرع تغسيله في غرفة أو شرع تغسيله في مكان منعزل عن الناس. لماذا؟ حتى لا يظهر شيء من عورته، ولا يبين شيء من سوءته، أو لا يبين شيء مما قد يظهر عليه حال تغسيله، فكيف نجيز بعد ذلك الدخول عليهم بهذه الكاميرات والجوالات، والناس يصورون، هذا يصور الأقدام، وهذا يصور كيف إراقة الماء على رأسه ولحيته، وهذا يصور كيف تكفينه، كل ذلك من الأمور المحرمة التي يجب علينا أن نتقي الله عز وجل فيها، فمن كان عنده شيء من ذلك فليبادر بمحوه حتى لا يكون هذا الميت خصيمه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. نسأل الله أن يهدي قلوبنا، والله أعلم.